ديما ديما راجع. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ عدد اليوم من جورنال فير بخبر عنوانه الرجاء يقرر بعث رسالة احتجاجية للكاف بسبب التحكيم. وفي تفاصيل الخبر قرر فريق الرجاء الرياضي بعث رسالة احتجاجية للاتحاد الافريقي الكاف بعد المهزلة التحكيمية اللي تعرض لها الفريق امام سامارتكس الغاني لحساب دابة الدور التمهيدي الثاني لدوري ابطال افريقيا. وشهدت المباراة تعرض الرجاء العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل واللي دفعت إدارة النادي لرفع رسالة احتجاجية لجهاز الآلة قاريا. وشهدت الدقيقة 43 أحداث الشوط الأول تسجيل أصحاب الأرض الهدف الثاني واللي حمل توقيع اللاعب إيفسون واللي كان في وضعية تسلل، لكن حكم المباراة قرر احتساب الهدف وعرف الوقت بدل الضائع من أحداث الشوط الثاني إشهار البطاقة الحمراء في وجه محمد زريدة صاحب الهدف الأول كتيبة الخضراء وغيغيب بذلك على موقعة الإياب اللي غتلعب في المملكة المغربية. يشال أن مواجهة الإياب بين الرجاء وسامارتكس الغاني غتقام على أرضية ملعب العربي الزاولي مع علم أن لقاء الذهاب انتهى بتعادل إيجابي بهدفين مثلهم. محمد زريدة يعرقل مغادرة هيرفي للرجاء وتسبب طرد محمد زريدة في المباراة ضد سامارتكس الغاني الأحد الماضي في حالة من ارتباك المسؤولي الرجاء اللي كانوا كيخطوا للاستغناء على الإيفواري هيرفي جاي مباشرة بعد نهاية المباراة ضد الفريق الغاني لتسجيل الغيني فيديريكو بيكورو، خصوصا أن لوائح الجامعة الملكية كتسمح للفرق بتسجيل 5 لاعبين أجانب فقط. وكشف مصدر مسؤول أن طرد زريدة قلص اختيارات البوسنيروز مارزفيكو على مستوى خط وسط الميدان الدفاعي حيث غيكون أمامه في الإياب إما الاعتماد على الغيني أحمدو كامارا أو الإيفواري هيرفي. وزاد المصدر نفسه أن مدرب النسور غيحسم اليوم الأربعاء في قراره النهائي بشأن الاستغناء على الإيفواري هيرفي، وهو ما كيعني خوض لقاء الإياب ضد سامارتكس بلاعب واحد فقط على مستوى خط وسط الميدان الدفاعي، وكيتعلق الأمر بالغيني أحمدو كامارا. 70,000 درهم لفسخ عقد لاعب رجاوي بالميركاتو. وتوصل فريق الرجاء الرياضي لاتفاق مع احد اللاعبين المتدابين حديثا كيقدم فسخ العقد اللي كيربط بينهم مقابل 70,000 درهم. وكشف الابراهيمي في برنامج مع محمد امين وبالعودي انه تم فسخ العقد مع الوفي الجديد سيرج اريك زيزي بالتراضي بين الطرفين. ووضح الإبراهيمي أن الاستغناء على اللاعب زيزي اللي جلسوا في الفريق أواخر شهر يونيو الماضي كيجي لعدم اقتناع زفيكو المدرب الجديد النصر الخضر مؤهلاته، إذ كان تم التوقيع معه قبل الحسم فوية المدرب الجديد للرجاء بعد إلحاح جوزيف زامباور على جلبه من طرف وكيل مصري. وكيواصل الرجاء حسب الإبراهيمي مفاوضاته مع بعض اللاعبين من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك الملء الفارغ الحاصل في خطي الدفاع والهجوم. هؤلاء هم اللاعبون الذين حاول وكيلهم عرقلة رفع المنع. وتفاجأ المكتب موصي لفريق الرجاء الرياضي بالأمس بتراجع 3 لاعبين على توقيع البروتوكول المتفق عليه بخصوص تسديد مبالغ أحكام نزاعاتهم مع الفريق الأخضر في استراتيجية هذا الأخير لرفع عقوبة المنع من التعاقدات في ميركاتو الصيفي الجاري. وتراجع وكيل كل ما بتلال الحافظي أبجيل الجبيرة وإلياس الحداد على اتفاق المبرم مع المكتب مسير بعد ما وافقوا اللاعبين الثلاث في وقت سابق على مقترح مسؤولي الرجاء لمساعدة النادي على رفع عقوبة المنع. واضطر مسؤولي الفريق الأخضر لإعادة فتح قنوات التواصل مع الثلاثي المذكور من أجل التأكد من رغبتهم في توقيع البروتوكول والتزام الاتفاق السابق، إذ أكد لهم مكتب الرجاء على أن حقوقهم مضمونة وما يمكنش تضييعها. وأبدأ كل من لعبة إلى الحافظي وبجلي جبيرة وإلياس الحداد استعدادهم أخيرا لتوقيع البروتوكول المقترح من أجل التوصل بمستحقاتهم المالية بشكل مقسم ومدقق وفق مواعيد محددة. وكيسارع المكتب موسى لفريق الرجاء الزمن من أجل رفع عقوبة المنع من التعاقدات قبل 19 تشرين الجاري وتأهيل اللاعبين الجدد للتعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي، إذ منتظر باش تنتهي إجراء أطراف المنع عشية اليوم. الفتح الرباطي ينتظر نسبة 20% من صفقة انتقال الموهوب من الرجاء إلى دينامو موسكو الروسي. وكينتظر فريق الفتح الرباطي توصل بنسبة من صفقة لاعبه السابق مهدي موهوب اللي انتقل حديثا لصوف دينامو موسكو الروسي، ومن المرتقب باش ينعش الفريق الرباطي خزينته بنسبة 20% من صفقة انتقال الموهوب من الرجاء لدينامو موسكو، وذلك وفقا لما كتنص عليه بنود عقد انضمام اللاعب للفريق الأخضر.
وكان موهوب وقع في كشوفات دينامو موسكو. عقد كيمتد حتى لصيف 2029 خلال الميركاتو الصيفي الجاري في صفقه نهزات مليار و800 مليون سنتيم. جدير بالذكر ان مهدي موهوب كان ضمن الفريق الرجاء في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من الفتح الرباطي، وحقق رفقه الفريق الاخضر خلال الموسم القاضي ثنائيه البطوله الاحترافيه وكاس العرش. الرجاء الرياضي يعول على التزام مالونغو للتخلص من عقوبة الفيفا، وفي تفاصيل الخبر كيعول فريق الرجاء الرياضي على التزام لوقوع الكونغولي بن مالونغو قبل انتقاله للشارقة الإماراتي، واللي كيتعهد من خلاله بتحمل أي غرامة مالية يمكن يوقعها الفيفا الفريق الأخضر. وكشف مصدر مسؤول أن فريق الرجاء قرر تزويد فيفا بنسخة من التزام اللي وقعه مالونغو قبل انتقاله للشارقة الإماراتي، وزكت محكمة التحكيم الرياضية الطاس قرار لجنة النزاعات بالفيفا والقاضي بإلزام فريق الرجاء بتسديد 350 مليون سنتيم بالتضامن مع بين مالونغو المازيمبي الكونغولي. ومهلت محكمة التحكيم الرياضية الطاس فريق الرجاء مدة 45 يوم لتسديد 350 مليون سنتيم بالتضامن مع مالونغو الفريق مازيمبي، وذلك لتفادي عقوبة المنع من التعاقدات في ميركاتو الشتوي القادم. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فيغ. في أمان الله، ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وتخليو شي تعليق في آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لبناء. I'm gonna make it.